السكنية بالحلة تفتقر إلى المساحات الخضراء، وبعض المناطق يتم التجاوز على المساحات الخضراء من قبل مسؤولين كبار يأخذوها ويبنون بيها بيوت ويسوون مشاريع مستغلين مناصبهم ونفوذهم بالدولة. هذه الساحة اللي خلف الجامعة الدينية بالتخطيط العمراني هي أرض خضراء، لكن كل اللي دا نشوفه هي أرض جرداء ومهملة عبارة عن تراب. وقبل ما تتحول إلى مكب للنفايات حولوها الشباب إلى ملعب كرة قدم وكرة سلة تتمرن بيها كل الفئات العمرية من أحياء الجمعية، الكرامة، القاضية وعشر أحياء أخرى. البلدية بدل ما تساهم بالنهوض بالواقع البيئي وتشجر هاي المنطقة وتزرعها ثيل، قررت وبموافقة المحافظ أن تحول هذه الأرض إلى قطع سكنية للشخصيات الكبيرة بالمحافظة. معقولة المحافظ ما عنده مستشارين يقولوا له هذا تجاوز على حق المواطن بأن يعيش في بيئة توفر له وسائل الراحة والترفيه؟ معقولة المستشارين ما قالوا له إنه الملاعب والمتنزهات تخفف من ضغط الحياة وتخفف من التوتر والقلق اللي يعاني منه الشعب العراقي؟ أول سؤال طرحوا ذول الشباب، إحنا وين نروح؟ ما تخلونا نلعب أفضل من قعدة القهاوي والدومنة والطاولة.